اليوم المواطنين الكرام حوالي الساعة 3 في وزارة البترول في عملية بتاع نقل وقع على إحدى العربات الخاص بإحدى الموظفين وكسروا العربية وشالوا منه مبلغ من المال. فالشرطة الحارسة للوزارة بعد البلاغ رجع للكاميرات وعرف البيانات بتاع العربات اللي كانوا يتورطوا في نهب هذه العربة. وتم المتابعة واكتشف أن هذه العربات زحروا في ميدان بتاع التجارية. وتم المتابعة بالنسبة للعربات إلى أن جو إلى سوق جوبا. ولما وصلوا سوق جوبا في منطقة بتاع المنطقة الجنوبية لبلد جنوب السودان تم المداهمة. وهم لما شافوا الشرطة في مداهمة بالنسبة لهم بدأوا في إطلاق النار على القوات بتاعنا. وفعلا حصل تبادل شديد للنار. يمكن المواطنين في الأحياء القريبة هنا سمعوا الحادث ده، ونتيجة لكده أننا تمكنا على السيطرة على الموقف وديناهم كلهم قتلة، والحمد لله ما في أي من القوات بتاعنا مصيب. فده اللي حصل، وأننا كنا دايرين الوضع للمواطنين لأنه لحد هسه الوضع ما كان واضح لمعظم المواطنين. فحبينا أنه لازم نعمل مؤتمر صحفي على أساس أنه نوري واحد أنه المتهمين أو المجرمين ديل بادلوا نار مدرسة الشرطة، وفي النهاية تم قتلهم جميعا. هم 5 أفراد، وبنكنا المركزي ما عنده علاقة بالحادث، إنما الحادث كان جوار البنك المركزي. هنا كشرطة تم فتح بلاغ تصوير من الحادث، هسه جاري التحري بخصوص البلاغ.